كان اخر اخر فرقه طلعت اخر في فرقه. فممكن اللي صور صور من غير الاهلي ما يكون محطوط، لكن دي ممكن ما تبقاش مقصوده، مش مقصوده، لكن كونك مش مقصوده. بس كونك ان انت تقعد 8 9 ساعات لحد دلوقتي لما يبقى في خطا لحد لازم يتم تصحيحه النهارده. مش عندك مركز اعلامي للبطوله العربيه والصفحه الرسميه؟ صفحتك الاساسيه كونها انها تبقى 8 9 ساعات لحد دلوقتي. القرعه كانت الساعه 1 كده لحد دلوقتي مثلا، لابد ان كان يتم التصحيح. صح. يعني في ال 8 9 ساعات يتم. احنا بنقدر طبعا وبنحترم الاتحاد العربي جدا جدا، لكن اعتقد ان اسم الاهلي ومكانه الاهلي وقيمه الاهلي تسويقيا ومكانه في القوه اللي موجود بها الاهلي في الساحه العربيه والشرق الاوسط بشكل عام وافريقيا بشكل خاص، وطبعا حتى في اسيا والجاليه المصريه والعربيه اللي بتبقى موجوده في كل الدول الافريقيه والجاليه المصريه اللي موجوده في البلاد العربيه. فاعتقد ان الخطا ده كان لابد يبقى فيه تصحيح على طول يا كابتن، وخصوصا ان الفتره الزمنيه كبيره مش صغيره، 8 9 ساعات. يعني عايز اقول لكم خبر دلوقتي يا كابتن اسامه، كابتن بلال، ان واحنا بنتكلم قيمه البطوله العربيه ارتفعت، بقت 7 مليون ونص للبطل. 7 مليون ونص، كانت 6 الاول، بقت 7 للبطل، 7 مليون ونص دولار و4 للوصيف. فانت بتتكلم على قيمه ماديه عاليه جدا طبعا. جدا جدا. عايز تكمل حاجه يا كابتن اسامه في النقطه؟ لا، كل المواجهات اهي مفيش. يعني دي اثناء القرعه. تمام، دي اثناء القرعه. برافو عليك يا كابتن سمير. اسم الاهلي كان هو اخر يعني حد في القرعه، مش مشكله، فممكن اللي صور دي على طول، استعجل شويه صور، لكن كونك ان انت تقعد في الصفحه الرسميه للبطوله العربيه تقعد 8 9 ساعات لحد دلوقتي، اعتقد ان ده امر زياده قوي في الوقت. يعني لابد لو فيه كان فيه حصل خطا لابد من تدارجه او تصحيحه بسرعه. يعني اتفضل يا كابتن اسامه. كل المواجهات مواجهات قويه يا كابتن سيد.